زي ما مبارك لفريق 2007 ايضا مبارك لفريق 2008 اللي قدر يفوز بسباعيه على فريق راس غارب في بطوله دوري الجمهوريه. احرز اهداف النادي الاهلي 3 اهداف، حمزه عبد الكريم واحد من المهاجمين المميزين جدا، ايضا بلال عطيه 2، واحد من اللاعبين المميزين، وهدف لكل من عبد الرحمن مانو وزياد ايوب. نشوف مع بعض ملخص فوز الاهلي بسباعيه على راس غارب ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. زي ما شفنا الملخص نروح نشوف